مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير ايس كريم الكندر. عنا كندر وكريمة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. كمان بفتح هيدي عروة، ما منا ننزع هيدا الكيس عشان منا اياه. حط اصبع بالكيس، كسر شوي، نزلهم بهيدي الطريقة، ونحطهم بمطبقية. نفس الشيء الكيس نايلون، بنستعمل له اصبع واحد من الكندر. لكفي الباقي. بعد ما حطيتهم بهيدا الشكل بدنا نحاول قد ما فينا يبقوا واقفين. بحط فوقهم الكريمة، عبيتها تقريبا لهون عالنص. كمان بعبي هول الباقيين. بسم الله. حوالات قد ما فيني اعبيهم نفس المستوى ليطلعوا تقريبا نفس الحجم بهيدا الشكل. هلا بنحط ستيك بقلبها. نفس الشيء هولي بعد ما حطينا فيهم العيدان. هلا بحطهم بالفريزر ليلة كاملة. مرحبا، اليوم بدي كفي انا وياكم طريقة الايس كريم. بعد ما جمدوا منيح هلا بدنا نحطهم بالشوكولا. عندي هون شوكولاته جناش، بحط لكم رابط بالفيديو. بسم الله.
هول الكندر ايس كريم اللي عملتهم انا وياكم، من الافضل تحطوهم على ورقه زبده، ما تحطوهم على الورقه اللي لهم عشان لزقوا شوي معي. هيدا الشكل النهائي. بعد ما غطيتهم بالشوكولاتة هلا بحطهم على ورقة زبدة بالفريزر. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.